هل تذكر المرة التي أخبرك فيها والدك أنه اشترى بيتاً صغيراً في وسط المدينة بدلاً من شراء قطعة أرض في الصحراء؟ وهلأ صارت بعشرات الملايين، فبيخطر في بالك وقتها لو رجعت بالزمن لورا لأقنع الوالد أنه يشتري هالأرض؟ أو بتفكر في بعض الأحيان ترجع بالماضي لتغير أحداث محورية لتجنب حدث كارثي في العالم؟ لماذا يسير الزمن باتجاه واحد؟ وهل ممكن أصلاً أن نرجع بالزمن؟ في رحلة اليوم سنسافر عبر قطار الزمن ونتأمل كيف يسير هذا القطار؟ ربما شاهدت فيلم تينيت لمخرجه المهووس بالزمن كريستوفر نولان، وتقريبا خلص الفيلم وما حدا فاهم شيء. طب شو اللي صار؟ وشو هالآلة الغريبة اللي قدرت تعكس الزمن؟ وليش لما انفجرت السيارة تجمدت بدل ما تشتعل؟ لك الفيلم خلص وانت حتى مو عارف شو اسم البطل. هل يمكننا حقا اختراع آلة الزمن؟ لنبدأ بافتراض مريح يقول ان انعكاس الزمن امر ممكن، وأننا نستطيع التنقل بين الماضي والمستقبل. تخيل عم بتشوف مباراة بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ولأنك مو لاعب الفيزياء قررت أنك تطبق قوانين الحركة في هدف من أهداف المباراة، حيث تنتقل القذيفة من قدم محمد صلاح إلى المقص الأيمن لحارس تشيلسي. وأنت عم تكتب المعادلات، ولأنه كريستوفر نولان مو أحسن منك بشيء، قررت أنك ترجع بالزمن وتعكس الزمن في المعادلة، وكأن الكرة عم ترجع من المرمى إلى قدم محمد صلاح، ثم قارنت النتيجة في الحالتين. هنا ستتفاجأ بأن المعادلات تعطيك نفس النتيجة، يعني المعادلات الرياضية بتقلنا أنه نحن منقدر نرجع بالزمن مثل تينت بالضبط. بالنسبة للمعادلة الرياضية، فمسألة خروج الكرة من قدم محمد صلاح واستقرارها في المرمى والعكس هو الشيء نفسه، فقوانين الفيزياء لا تمتلك اتجاه مفضلا للزمن. يعني باختصار، المعادلات الفيزيائية بتقدر تمشيك لورا ولقدام. لكن قبل ما تتحمس وتجهز حالك للسفر للماضي، خليني أقول لك بصراحة أنه الموضوع مو بهالسهولة. مع أنه المعادلات الفيزيائية بتقلنا أنه هالشي ممكن، إلا أنه الزمن بالنسبة لهذا الكون يجري باتجاه واحد، باتجاه المستقبل. من أهم صفات الزمن في كوننا الحقيقي هي الاتجاهية، فنحن لدينا الماضي، تلك الأحداث الملقاة في غياهب الطفولة والمراهقة، ولدينا الحاضر، تلك اللحظة التي تحدث الآن، ثم لدينا المستقبل الذي لا نعرف عنه شيئا. طيب إذا الكون ما عم يسمح بعكس اتجاه الزمن، هذا يعني أن إحدى صفات هذا الكون هي التي تمنع من ذلك، أي أن هناك شيئا ما يجبر الكون على أن يمشي باتجاه المستقبل فقط. فإذا تغلبنا على هذه العقبة، ممكن وقتها ترجع تجهز حالك لتسافر للماضي. يفترض علماء الفيزياء أن هناك علاقة بين سهم الزمن وقانون الثاني لديناميكا الحرارة، وينص هذا القانون على أن الاضطراب الكلي أو الانتروبي لنظام معزول لا ينقص أبداً، وإنما هو بازدياد. يعني أنه الانتروبي هو مقياس العشوائية في النظام، أو بمعنى أدق هو مقياس لعدد الاحتمالات الممكن حدوثها داخل أي نظام مغلق. ومشان نفهم شو المقصود، خذ مجموعة من الأوراق ورقمها بالترتيب من 1 إلى 50 مثلا، وجاوب على السؤال: ما هو عدد الاحتمالات الممكنة لترتيب هذه الأوراق بشكل منتظم؟ هو احتمال واحد فقط، وهذا يعني أن الانتروبي أو العشوائية في هذا المثال قليل. طيب ماذا لو رتبنا هذه الأوراق بشكل عشوائي؟ هل يمكن أن تتخيل عدد الاحتمالات الممكنة لهذه العشوائية؟ ممكن تأخذ لك وقت كتير لتفكر فيها، لأن الاحتمالات ستكون كثيرة جدا، وهذا يعني أن الانتروبي أو العشوائية في هذا المثال عالي. ومن هنا نصل لمفهوم هام، هو أن الانتروبي يزيد في الحالة الفوضوية ويقل في الحالة المنتظمة. طبعا أنت هلأ عم تسأل شو علاقة هالكلام بسهم الزمن ومحمد صلاح وفيلم تنت. طيب قبل ما أقلك، خلينا نحط قطرة حبر في حوض مي، ولديك حالتين: الحالة الأولى هي لحظة وصول القطرة للماء، والحالة الثانية عندما يصطبغ كل الحوض باللون الأزرق. والآن سأطلب منك مقارنة الاحتمالات الممكنة لإيجاد جزيء حبر، وليكن مثلا جزيء X في كل من الحالتين. يلا find X. راح تقلي طبعا أنه احتمالات إيجاد X في الحالة الأولى أقل بكتير من احتمالات إيجاد X في الحالة الثانية،
وذلك لأن إكس في الحالة الأولى يتواجد في منطقة صغيرة جدا، بينما في الحالة الثانية يتواجد في الحوض بأكمله. نفس الشيء بالنسبة لجزيئات قنبلة عم تنفجر. في اللحظة الأولى هناك فقط قنبلة، لكن بعد ثواني فقط تتوسع القنبلة وتتبعثر أجزاؤها في كل مكان، يعني بتتحرك باتجاه الحالة الأكثر عشوائية أو الأعلى انتروبية. وهلأ إذا بدك تعكس المشهد، فيجب على الكون أن يعكس اتجاه كل فتفوتة من هالفتفيت حتى تتجمع مرة أخرى معا وتكون قنبلة، يعني تتحرك باتجاه الحالة المنتظمة أو الأقل انتروبية. وهذا بالضبط ما يفسر المشهد الغريب في فيلم تنت، عندما يعود الزمن للوراء يتجمع الجليد عند انفجار السيارة، حيث يتحول النظام من الأكثر عشوائية النار إلى الأكثر تنظيما الجليد. فكما تلاحظ يا صديقي، فإن مهمة تبعثر القنبلة عند الانفجار أسهل بكثير بالنسبة للكون من مهمة إعادة تجميعها. يعني أنت رح تقدر تكسر كاسة المي بكل سهولة، ولكن ما رح تقدر ترجعها مثل ما كان بهالبساطة. فلو رجعنا لمثال حوض المي في الحالتين، الحالة الأولى الحبر عم ينتشر جوا حوض المي واحتمال ضياع X بازدياد، والحالة الثانية الحبر عم ينكمش مساحته لبين ما يصير نقطة واحدة، ووقت احتمال ضياع X أقل. سؤال، هل تستطيع تحديد أي من الحالتين يمشي بشكل طبيعي وأيهما يمشي بشكل معكوس؟ طبعاً الحالة الأولى يمشي بشكل طبيعي. وهذه هي العلاقة بين الانتروبي وسهم الزمن، هو أن ازدياد الانتروبي هي صفة في ذات الكون، وهي التي تمنع عكس الزمن. فما دام الكون يتحرك دائماً باتجاه ازدياد الانتروبي، فإن عودته للنظام ستكون مستحيلة، وبالتالي عكس خط الزمن هو الآخر أمراً مستحيلاً. وآلة الزمن في فيلم تنت راح تضل خيالاً علمياً بعيداً عن الملل. بس لا تحس بالإحباط، لأنه في وجهة نظر تانية ممكن تخليك على أمل أنك تسافر للماضي، وهي وجهة نظر النظرية النسبية. إذ كان ألبرت أينشتاين مؤيداً لصورة تسمى الكتلة الكونية، وهي فرضية بتقول أن الكون هو فضاء زمكاني رباعي البعد، ما يجعل التعامل مع الزمان والمكان أمراً واحداً. فكما تتعامل مع المكان على أنه موجود على اليمين وعلى اليسار وأمامك وخلفك، فالزمن هو الآخر أصلاً موجود بالكامل، ويمكن الحركة من خلاله باتجاهات مختلفة. وفق هذه الرؤية منقدر نقول أن الزمن موجود كحقيقة موضوعية بأجزائه، كانت الماضي أو الحاضر أو المستقبل. الآن تعرفت على سهم الزمن وقدرت تجاوب على تساؤلاتك فيما يتعلق عن فيلم تنت وتتغلب على كريستوفر نولان. وإذا لسه عم تسأل حالك شو اسم البطل، فلا تشك بقدراتك العقلية، فلم يكن للبطل اسم. لكن بعيداً عن ذلك، على الأغلب عم يخطر على بالك الآن كتير من التساؤلات المحيرة المتعلقة بالزمن ويلي ما عم تقدر تجاوب عليها حتى الآن. وهون منقدر نبحث عن الجواب في فلسفة الطبيعة يلي بتكمل التفسيرات العلمية وبتعطيها معنى أدق حتى يستطيع العقل إدراكه. فالعلم لم يستطع أن يعطينا معنى كافياً وافياً للزمن، وهو ما عبر عنه العالم المصري أحمد زويل قائلاً: من عجائب الزمن وأثرها في حياتنا أننا لا نزال نبحث عن معنى للزمن، ولا غرابة في ذلك، فالزمن هو واحد من أكثر الصفات المحيرة والغامضة والغير مفهومة في الكون، رغم أنه منسوج فيها. والسلام عليكم.